ايوه يا علي يا حبيبي. ايه ماما؟ بابا الحمد لله طلع من العنايه وحولوه الاوضه. الزياره مفتوحه عادي، انا دلوقتي رايحه له حالا. بقول لك حصلني على طول وبسرعه. ها يلا بسرعه. طيب انا جاي لك حالا. يلا. يا حسين. تعال. بابا طلع اوضه عاديه. مامتك فين طيب؟ لا هي فين دلوقتي؟ يا نهار ابيض. طب ايه في ليه؟ فين؟ خلينا نشوف امي عرفت ولا لا. سلام. لا مؤاخذه يا رجاله، بس امه كده لا مؤاخذه. انا اسف. يا نعناع، ايه الدوشه اللي حواليكي دي؟ ما انا في الشارع يا حبيبي، داخله على المستشفى اهو. لا ما ابوك الحمد لله خرج من الرعايه، الف حمد وشكر ليك يا رب. يا ابني يا حبيبي كلمتك كذا مره بس انت اللي ما كنتش في الشبكة. ماشي سلام. حته التفاحه دي ووراها حته الموز، الف هنا. شكرا يا بنات. معلش تعبت معايا يا حبيبتي. هو ده تعب؟ ده انت تعبك راح. الحمد لله على سلامتك. اهلا خطوة عزيزة استحسان، ازاي؟ الله يسلمك يا عنايات. انتي قاعدة هنا بتعملي ايه؟ هو ايه اللي بعمل ايه هنا؟ ده عمر جوزي. انتوا تعرفوا بعض؟ اهلا يا علي، كويس انك جيت. وفي ايه اللي بيحصل؟ اهدي وانا هفهمك كله. اهدى ايه؟ شايفني عيلة صغيرة قدامك عشان اهدى؟ في ايه؟ دلي على السلامة يا بابا. انت عندك ضيوف؟ حسين انا هتبقى مراتي. انا يا ابن حمدي البرنس مراتك التانية؟ معشرني انا على ست تانية؟ ليه؟ اكمن اهلي ميتين فتاخدني فوق البيعة؟ حسبي الله ونعم. انما لا، مش بنت توفيق المحمدي اللي يتعمل معاها كده. ارمي عليا اليمين. بس انا هروح. بس يا رمة انت يا زباله على الفوسات. وقسما بالله ابعد. ايه احنا عرفنا يوم خرج من العمليه. ايه ده انت كمان يعني كنت عارف؟ ايه الكذبه اللي انت معيشنا فيها دي؟ دي الارض اللي كنت بتقعد فيها اسبوع وتقول انا طلعان عيني في الشغل بسببكم. ايه ده؟ ما كنت قلت من زمان وريحت لك كلنا وارتحت بدل الموقف المعرف اللي وقفنا فيه كلنا. اموت واعرف عملتها ازاي دي؟ جبت وقت منين لهنا وهنا؟ عملتها عادي يا نعناع. مفيش لا حكايه ارض ولا حكايه شركه بترول ولا حاجه من دي خالص. انا حكايه البترول دي قلتها علشان اعرف اوفق ما بين البيتين، بيتك وبيتها. لكن انا عادي شغال في الطب الشرعي زي ما انا، عادي يعني. حقكوا عليا. انا غلطان. حقكوا على راسي من فوق. انا عارف ان انا راجل تاني. وشايل سر ما يقدرش اي راجل عادي يشيله. بس والله العظيم ثلاثه انا حبيتكم انتوا الاثنين. وعشرتكم بالمعروف انتوا الاثنين. ما خليتش عيالي عايزين اي حاجه. وكل ده كان من قلبي بجد. اهو قلبك ده يتدب فيه 200 رصاصه. والنعمه الشريفه لولا رقدتك دي لا كنت نطيت في بطنك يا عمر. انما ملحوقه هتقوم من هنا هتطلع على بيتي تلم حاجتك وتطلع. وانت يا معفن حسابي معاك بردين. استنى انا هعرف. امشي خليك مع خليه ينفعك. خليه ينفعك. ده حاجه تقرف. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.